تقنية تفتتح آفاقا جديدة وحديثة لمعالجة مرضى الأورام، حيث بدأ العمل بجهاز متطور للمعالجة الشعاعية في شعبة الأورام الطبية في مشفى تشرين الجامعي، والذي يعتبر نقلة نوعية في معالجة الأورام. حقيقة الأمر يعتبر نقل نوعي في معالجة الأورام. جهاز المعالج الشعاعي مع تقنية الـ MRT هو عبارة عن جهاز هو موجود بس التقنية كانت إلى حد ما غير مفعلة. هذه التقنية رح تفتح لنا آفاق كتير جديدة وحديثة في معالجة مرضى الأورام، حيث يتم تسليط المعالج الشعاعي بشكل مباشر ودقيق على الورم مع حماية الأنسجة السليمة المجاورة. طبعا يطبق في العديد من الأورام وخاصة ذات التوضعات العميقة وذات التوضعات التشريحية المعقدة مثل أورام الدماغ، أورام الرأس والعنق وسرطان البروستات، حيث يؤدي إلى نتائج إيجابية وتحسين معدل البقية عند المرضى مع تخفيف التأثيرات الجانبية للمعالج الشعاعي. بالتقنية الجديدة نحن طبعا قادرين بمساعدة برامج حاسوبية خاصة وبالتقنيات الموجودة بالمسرع الخطي وخاصة المحدد المتعدد الورقات اللي بياخد شكل الورم بالضبط، وبالتالي نحن بنكون قادرين انه نزيد الجرعه الشعاعيه بطريقه انه تكون فعاله اكثر في معالجه الاورام المختلفه. تتميز التقنيه الحديثه MRT بشكل الساحه الاشعاعيه الصادره عن المسرع الخطي بتكون متغيره الشده. هلا طالما الساحه بتكون متغيره فشكل التغير بيكون الساحة بتكون كبيرة في البداية في أول جلسة المعالجة للمريض، كل ما اقتربت جلسة المعالجة من الانتهاء كل ما صغرت الساحة الإشعاعية أكثر ثم أكثر. هلا هالصغر هذا بيخلي الأعضاء السليمة تأخذ جرعة إشعاعية أقل مما هي عليه في حال التقنية التقليدية، ونفس الشيء بتركز الجرعة الإشعاعية على الورم تماما. بلشنا شغل من تقريبا 7 أشهر، رجعنا عملنا معايرات لجميع الحقول الإشعاعية الممكنة من النص ضرب نص ونحن طالعين حتى 40 ضرب 40، وبعد هذه القياسات عملنا على تنصيبها على منظومة التخطيط المعالجة، وبعد عملنا تحقق للتأكد من صحة النتائج المطلوبة باستخدام فانتوم أكتافيوس 4D أحضر من هيئة الطاقة الذرية، بعد ضمان أنه كل الإجراءات ضمن المطلوب ووفق المعايير العالمية تم إجراء تنفيذ هذه التقنية على أول مريض تاريخ 5/4/2022. مهمتنا هون نطبق الخطة المرسومة حسب نوع الورم حسب عمقه، إنها شغلات فيزيائية. بيجي المريض طبعا عندنا نحن هون مواعيد محددة من الساعة 7:30 الصبح للساعة تقريبا 6 المساء. عندنا تقريبا 70 مريض على جهاز المسرع الخطي، عندنا جهازين بالقسم. المهم نحن طبعا هون تتكون أنه يفوت المريض لجوا على غرفة المعالجة، يتم رقبته من قبل الكاميرات وأعطاه الجرعة كاملة عن طريق جهاز التحكم من فوق من برا. يعد هذا الجهاز خطوة مهمة لمواكبة عجلة التطوير في مجال الطب العالمي، حيث يؤدي إلى نتائج إيجابية مع تخفيف التأثيرات الجانبية للمعالجة الشعاعية.